كابتن بلال. طبعا هي التعادل يعني مش عايز اقول غير مرضي، بس احداث المباراه تقول لك في الاخر ان التعادل مرضي للفرقتين، ولكن ايه اسباب التحول المفاجئ الشوط الثاني؟ اللعيبه. طبعا وجهه نظر اللعيبه. ممكن كابتن هاني اتكلم في حته التغييرات، وتغييرات جيده باستثناء طبعا التاخير. انا اتفق معاه جدا بعبد القادر، لان عبد القادر النهارده بيلعب لعبد القادر، ما بيلعبش للتيم. تمام، يعني كابتن هاني بيحسن العبارات، تمام. لكن انا بتكلم كلام. بص يا كابتن، في اوقات مطلوب منك، يعني كرة القدم يعني زي البوكس بالظبط، يعني وقت ما الخصم يكون خلاص او الملاكم اللي قصادك بيكون في حالة سيئة لازم تخلص عليه. ده وضع ده هي دي كرة القدم. ما قدرت، ما سبته يتعافى، خلاص هو كمان طالما تعافى اديته فرصة انه يتعافى، اديته فرصة ان هو يقف على رجله، هتدي له الثقة، هيبتدي يدخل معاك في الماتش، هيجي له فرصة، هيخش في الثانية، هتجي له ثقة. المدير الفني كمان هناك لما لقى فرقته فابتدى يغير، ابتدت اللعيبة تاخد ثقة، تمسك الكرة، خلاص هو ده الماتش. هي دي كره القدم. أيوة. احنا برضو ما اتعلمناش قبل كده، احنا كنا كسبانين قبل كده برضو 3-0، ووصلنا للنتيجه 3-2، وكان ممكن الزمالك اضاع ضربه جزاء، كان ممكن يتعادل بها 3-3. أيوة. تمام، سيناريو المباراه بتاعه اللي فاتت كسبان 5-1 تقريبا، 5-3، وكان ممكن يخش في 5-4. طب احنا ليه بنخش في السيناريوهات دي ليه؟ يعني انا بس عايز اسال سؤال، ليه اللعيبه في الملعب؟ زي ما قال كابتن انا من شويه، انا كلاعب هجيب جول امتى؟ انا جايب جول مسيطر، طب لازم اجيب التاني. احنا قلنا يا جماعه لما تجيلك فرصه انك تسجل في الماتشات الكبيره لازم تسجل، لما تجيك فرصه انك تخلص على الخصم لازم تخلص عليه. انت بتلاعب فرقه الشوط الاول يعني اقل بكتير من امكانيات الفرقه اللي لعبتها الشوط الثاني بكتير جدا جدا جدا، دفاعيا قليلين جدا، وسط الملعب مش متماسكين، الهجوم عندهم عمر السعيد بره المباراه تماما، ما عندهمش تركيز، ما فيش بساط، ما فيش تجانس في الملعب، فبتلاقي فرقه مهلهله جدا جدا. الشوط الاول كان ممكن تسجل هدف والثاني والثالث وتخلص المباراه وتروح نتيجه برده 4 أو 5، او حتى تروح نتيجه 3 وانت مستريح. أيوة. وانت بتلعب بقى جيم للشو، لكن اجيب 1-0 وابتدي العب بقى للشو، يعني خلاص انا ببتدي عايز اباصي وعايز ارقص، وكل واحد تيجي له كوره عايز يعمل مهاره قبل ما يفكر انه يلعب لزميله. ده اللي احنا عملناه الشوط الاول. تمام، خد بالك مفيش فرقه بتستمر على نفس النهج ونفس الاداء طول ال 90 دقيقه، استحاله. مظبوط، لا بدنيا تقدر تشتغل بالشكل ده، ولا حتى فنيا كمان الفرق اللي قدامك هتسيبك تشتغل بالشكل ده. أي. يعني انت بذلت مجهود جامد جدا الشوط الاول، واقف كويس، بتهاجم بشكل كويس، بتشتغل، بتجري، بتباصي، بتستحوذ، بتروح على الجول، بتضيع اهداف، اشتغلت بشكل كويس. لازم نتيجه الشغل اللي اشتغلته ده انك تترجمه لاهداف. خلاص الشوط الثاني خلاص انت ابتديت هديت، يعني من كتر ما انت يعني ضامن الماتش او حاسس ان الماتش بتاعك او الجيم سهل بالنسبه لك، ابتديت تتراجع وتسيب له مساحات وتلعب بالكره. يعني مفيش جري، مفيش لعيبه بتتحرك في مساحات، يعني الشوط الثاني مش فيهاش مساحات، مش فيهاش تغييرات. يعني كان شريف بيتحرك الشوط الاول ناحيه الشمال، برسيتا بيخش ناحيه اليمين، عبد القادر بينزل في نص، قفشه بيكمل، السلابي بيكمل، الكلام ده مش شفناهوش الشوط الثاني. اتغير الاداء بشكل كبير جدا، واديت فرصه للفرقه برضو، فرقه كبيره مش فرقه صغيره. طبعا. الزمالك برضو عنده عناصر كويس، عنده عناصر جيده، عنده عناصر ممكن تصنع الفرق في بعض الاوقات. استغلال الفرص، بدايتك الشوط الثاني كانت سيئه جدا، يمكن هي دي سبب التحول، ان انت ابتديت الشوط الثاني صنعوا فرصه، ابتدوا يخشوا في الجيم، اديتهم فرصه، انكمشت انت كنادي اهلي، تمام، خلاص طالما انكمشت قدام فرقه كبيره وعندهم مهاره هيقدروا يشتغلوا عليك. ما هو ده اللي حصل الشوط الثاني. سبب الانكماش، هل هو المحافظه على الهدف ولا ايه سبب الانكماش؟ كابتن انت يعني ها؟ انت كسبان من الاسباب انك انت عايز تحافظ على الهدف فتراجعت مع تفوق الزمالك. الزمالك كمان هو كمان كابتن، هو مش الزمالك مش نفس حاله الشوط الاولاني، هو نازل والرغبه كابتن، هي عنده رغبه كابتن، هو لقاك ان انت الشوط الاول خلاص انت سجلت هدف مش عايز تجيب الثاني، وابتديت عايز تباصي 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 من غير اي اهداف، فخلاص هو كمان اكيد دخل في اجواء المباراه، اكيد هيبقى عنده رغبه خلاص، اكيد هيبقى عنده رغبه ان يخش الماتش ثاني، يدخل الماتش مره ثانيه. يعني وضع طبيعي جدا، طالما انت سبته ما خلصتش، ما سجلتش الهدف الثاني عشان تقتل الماتش، فبالتالي هو بالنسبه له هدف فرصة. هدف او فرصه تعيده للماتش مره ثانيه. ابتدى ضغط عليك الشوط الثاني، سمحت له انه يشتغل، عمل واحده عرضيه كان ممكن يسجل منها هدف بن شرقي، بس خلاص خلاص بعد كده هو الراجل خلاص كمان، يعني فيريرا لقى نفسه انه ممكن يدخل الجيم، فابتدى يعمل التغييرات بتاعته، ابتدى يغير بقى على حسب ايه سر، يعني على حسب لعيبته ماشيه ازاي. غير تغييرات جيده افادته بشكل، من وجهه نظري بشكل كبير جدا جدا جدا، سجل الهدف الاول. وعايز اقول ان الاهداف
كربون الاهداف اللي بيتسجل في النادي الاهلي هو نفس، هي نفس طريقه الاهداف اللي بتسجل فيها، سواء اذا كانت كرات بالعرض او كرات على الارض، هي نفس الاهداف. انت المباراه النهائيه اتلعبت كره بالعرض، تغطيه غلط تسجل هدف. النهارده شيكابالا بيلعب كره تغطيه غلط تتسجل فيك الهدف الثاني. الكرات العرضيه عندنا مشاكل كبيره جدا 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 فيها. بلوم على اللعيبه بشكل كبير جدا. النهارده اللعيبه عليها لوم. انت النهارده بتتكلم في لعيبه، لعيبه منتخب مصر، لعيبه النادي الاهلي، لعيبه منتخب مصر، انت بتتكلم في لعيبه كبيره، اسماء كبيره جدا. ما ينفعش المباراه تروح للشكل ده، لا اداء ولا حتى كمان نتيجه. يعني انا بعد المباراه، لا احنا لازم يا جماعه لازم يبقى في كلام كبير مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انا النهارده احنا النهارده مغلوبين 2-1، انا مش شايف قتال. يعني بتروح بفرص وسجلت هدف وربنا وفق وسجلت هدف، لكن فين الزعيق؟ فين يعني فين الزعيق؟ فين الكلام؟ مين القائد النهارده في الملعب اللي بيتكلم يلا يا جماعه هنجيب الجول الثاني بعد ما سجلت الجول الاول؟ ما هو لازم يكون في كلام في الملعب. يعني المباراه مش ممكن بس تبقى في اطار فني فقط يا كابتن ايمن، لا، في لازم يبقى في كباتن في الملعب بيتكلموا، في اطار نفسي، في لعيبه بتتكلم، في حماس اكتر من كده، في رغبه اكتر من كده. لازم يبقى عندك رغبه التسجيل وانك تنهي المباراه. انت كده خد بالك اديت فرصه للزمالك انه يفكر في الماتشات اللي جايه وانك ممكن تقع في وقت من الاوقات. انما انت لو كنت كسبت الماتش ده اعتقد كان الدوري راح بنسبه يعني 60 70 او 80% بالنسبه لك. يعني خلصت على الخصم لو كسبت، وهتديك كمان فرصه بالنسبه لك، وهتديك حماس، وهتديك رغبه في الماتشات اللي جايه. هو بالنسبه له تعادل مع النادي الاهلي، تمام؟ فعمل وتعادل ايه من مباراه كانت بالنسبه له مقتوله ميته. بلغه الكوره تعادل، قدر ان هو يحيي المباراه، بل بالعكس ده سجل الهدف الثاني وكان ممكن يخرج بنتيجه 2-1 وتنتهي المباراه على كده. ويبقى هو طالع كسبان من مباراه اساسا المفترض انك تكسبها 3-4، يعني فاهم؟ فيعني يعني الحقيقه يعني انا يعني انا كمان زعلان جدا، زعلان من الاداء اللي حصل في الملعب النهارده، زعلان من انك انت النهارده بتجيلك اكتر من فرصه انك تنهي المباراه وتخلص عليها وانت الافضل بشكل كبير جدا، وانت برده ما بتعملش كده. ودي احنا لازم نتعلم من اخطاء، لازم اللعيبه تتعلم من اخطاء. مش هنلوم على سامي قمصان في اي حاجه، الحقيقه الراجل عمل يعني ابتدى بشكل كويس، تغييراته جيده جدا، لعب لما حس ان الفرقه محتاجه تغيير هجومي عمل التغييرات الهجوميه بشكل كويس وفي توقيت كويس، فسامي ادى اللي عليه النهارده. لكن الحقيقه انا في تعليقات كبيره جدا على اللعيبه النهارده.